السلام عليكم أصدقائي، كما تشوفوا معنا أمطار غزيرة خاص في طنجة البارح في الليل واليوم. أيوا خرجنا هذا الصباح الرائع جدا وجمعة مباركة باش نكتشفوا لكم أمطار غزيرة. إذا أمطار غزيرة كانت البارح في الليل هنا، اللهم بارك، كانت واحد العاصفة مجهدة تماما. كما كتشوفوا معنا أجواء ممتعة، أجواء رائعة جدا، وكما كتشوفوا الجو باقي ديال الشتاء، والشتاء راه جاية اليوم، كاين الشتاء تماما، باقي كاين أمطار غزيرة. وفي نفس الوقت نتمنى إن شاء الله نقدم لكم ما أفضل إن شاء الله بحول الله. إذا كان أول مرة كتشاهدني اشتركوا في القناة ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك. كما كتشوفوا أمطار غزيرة، كما كتشوفوا خاص في هذا المكان رائع جدا. إذا على حسب هذا المكان رائع ممتع، إذا كيبين بأنه الشتاء، وغادين لكم إن شاء الله الواد خاص ديال طنجة هنا، نشوفوا واش جاب السيول ولا ما جابش السيول. إذا ما تخيلوش الجو شحال زوين، كاين الشتاء، أمطار غزيرة خاص في طنجة، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم ما أفضل إن شاء الله بحول الله ديال أمطار غزيرة خاص في طنجة. نتمنى إن شاء الله يكون خير. إذا هانتوما شوفوا الأرض كي دايرة، بدا الربع كينوض، ها سبب الشتاء. إذا أجواء هادئة، ما كاينش العجاج اليوم تماما، الجو ممتع، الجو نقي. إذا عاصفة رعدية دازت البارح في الليل فقط، إذا مع ديك 9:50 كانت واحد العاصفة جهدة خاص في طنجة، ولكن ما اكتشفت الجو ديال الشتا باقي كما تشوفوه. اللهم بارك، اللهم بارك، أجواء ممتعة. إذا بعد قليل غادي نحاولوا نصوروا بعض الفيديوهات وغادي نحطوهم خاص في هذه القناة الرائعة جدا. تحياتي طنجة.